بينما كان الإمام يسير وإذا اثنين شافوا الإمام راحوا إلى الإمام قالوا إليه إمامي عندنا إليك خبر تحب نقوله إليك قدام الجماعة لو بروحك. قال أنا ما عندي أسرار ويا هؤلاء ليش ما تقولون قدام الجماعة قولوا. فقالوا إحنا ما خرجنا من الكوفة إلا مسلم بن عقيل وهانية بن عروة يجران في أسواق الكوفة مقتولين اثنين هم. قال الإمام لا حول ولا قوة إلا بالله. في بنية صغيرة اسمها حميدة والبنية حين شلون يخبرونها مات أبوها صعب عليها لا وش يقولون إليها. راح الإمام وجابها وأخذها في حضنه وقام يمسح على رأسها يقول إليها بنتي أنا أبوش بمسحك على رأسي تركت القلب ذايب هادي عمي من علامات المصايب قلبي تروع حيث أبويا بسفر غايب طول الغيب يعودها الله بعجل لي. لحظات هم يمشون في المسير وإذا بجيش جرار جاء وأوقف ركب الحسين من؟ الحر بن يزيد الرياحي. قال له الحسين ويحك ثكلتك أمك يا حر لقد أرعبت بنات الرسالة خوفت النسوان. قال أنا مأمور من عبيد الله بن زياد إني ما دخلك إلى الكوفة ولا ترجع إلى المدينة. قال لي الحين مو كلام الحين وقت صلاة ووقت الصلاة نترك الكلام ونصلي خلى الحين نصلي تصلي بجماعتك وأنا أصلي بجماعتي لو تصلون مرة واحدة. فقالوا أنت ابن رسول الله إحنا نصلي وياك. صلوا بصلاة الإمام عليه السلام. بعدين قالوا إحنا عطاشة شوفوا صفات الإمام قالوا اعطوهم الماء الموجود أي ماء موجود اعطوهم رشفوا الخيول ترشيفا حتى خيولهم بعد اعطوها ماء وقاموا يشربون الماء. ذيلين الجماعة اللي جايين يقتلون الحسين أو يوقفون الإمام الحسين كانوا عطاشة لكن من صفات الإمام قال لهم خذوا الماء. الإمام سأل جماعته يقول لهم في أحد يدل الطريق على غير الجادة يعني على غير طريق المدينة على طريق الرجوع ما ننبي ولا على طريق يدخلنا إلى الكوفة. قال واحد اسمه الطرماح أنا أدلي وين؟ قال امشوا وراي وقام يمشي الطرماح وهو يتنغم وينادي شنو ينادي يقول يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافري. بينما الإمام يمشي الإمام يسير 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 وإذا بجواد الإمام الحصان اللي عليه الإمام وقف صعد على حصان ثاني بعد مو متحرك حصان ثالث بعد مو متحرك. قال ويش صاير وش اسم هذه الأرض؟ قالوا يسمونها نينوى. قال في اسم ثاني غير نينوى؟ قالوا يسمونها الطفوف. قال في اسم غير الطفوف؟ قالوا تسمى الغادريات. قال ألها اسم غير هذا؟ في اسم غير هذا؟ قالوا العقر. قال أعوذ بالله من العقر. قال ألها اسم غير هذا؟ قالوا بلى تسمى كربلا. قال كرب وبلا خيموا قعدوا هني هني محلنا
حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله ها هنا موضع رحالنا. لما خيموا في هذا المكان وإذا بالجيوش المجيشة من عبيد الله بن زياد قد أتت وصدت بين ركب الحسين وبين الفرات. الحسين عطشان، الجماعة عطشانين يريدون الماء. الحور ذكر الحسين عاملنا معاملة حلوة لما وصلنا إليه وإحنا عطاشة، أعطانا الماء. الحين الجماعة اللي أنا وياها قاعدة تمنع الماء عن الإمام الحسين وعن أصحابه وعن أطفاله. قام الحر يتحرك بحصان رايح جاي رايح جاي. قالوا لي وش فيك يا حر؟ أنت من الشجعان، أنت من الأبطال، شنو فيك خائف؟ إليك مين يا قاعد رايح جاي؟ شنو صاير فيك؟ قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار. قام وقال إلى أولاده تعالوا وياي، وراح هو الحر بأولاده. شوف الحر في لحظة من اللحظات قرر يلتحق بالإمام الحسين. قبل ما يوصل إلى خيمة الإمام الحسين قال لأولاده وقفوا، وقفوا. قال لهم نزلوا، نزلوا. شنو تبي يا أبويا؟ قال لهم كفتوني، خذوا حبال وربطوني وربطوا أيادي وودوني مكتف مقيود إلى الإمام الحسين. وصل إلى الإمام الحسين ويقول له سيدي مولاي أنا الذي جعجعت بك، أنا الذي جئت بك إلى هذا المكان، أنا الذي منعت عنك الماء، أنا الذي تسببت الحين في منع الماء، هل لي من توبة؟ في توبة أقدر أتوب؟ قال له سيد الشهداء من تاب تاب الله عليه. حياك صير ويانا. قال لهم فكوا أسرى وفكوا الخيط المربوط به، وتالي هذا الحر قام يقاتل بين يدي أبي عبد الله الحسين حتى قتل. هناك بعد من الأنصار اللي كانوا خارج المدينة أيام ما كان مسلم موجود فيها، وهو حبيب بن مظاهر الأسدي. حبيب بن مظاهر الأسدي راح إلى الكوفة، رجع شنو صاير؟ قالوا مسلم قتلوه. قالوا لكن في رسول، في مرسال من الإمام الحسين جاي إليك واحد يبيك، بس أولاد عمك واقفين وياه. قال وينه؟ جاء وجو أولاد عم حبيب ويا المرسال. قال هذا كتاب من الحسين يدعوك إلى نصرته، ينباك تنصر يا حبيب. حبيب بمجرد أن نظر إلى خط الإمام بكى، اتذكر الإمام الحسين عليه السلام. هذا قال إليهم الحسين سلطان ويزيد سلطان، ما لنا والدخول بين السلاطين. زوجة حبيب تسمع، حبيب يبي يختبر زوجته، فقال لها أخاف أنا لما أروح ويا الإمام الحسين ويقتلوني انتين بضيعين بولادش، منو بيصرف عليكم؟ فقامت قالت إليه الله الله يا حبيب، أنت تقول هذا الكلام وأنت شيخ كبير تقرأ القرآن، تخاف علي أني أضيع؟ ما تخاف على بنات النبي محمد، بنات أمير المؤمنين، خوات الإمام الحسين، أولاد الإمام الحسين يضيعون؟ الله يا حبيب ما أجيت أسمع هذا الكلام منه. تالي قال أخاف على أولادي. قالت تخاف على أولادك؟ أولادك أعز من أولاد الإمام الحسين؟ غريب هذا الكلام يا حبيب. تقول له إذا أنت ما تروح إلى نصرة أبي عبد الله الحسين خذ هذه المقنعة وعطني العمامة، أنا بروح إلى نصرة الإمام الحسين. تالي قال لها اطمئني، أنا بس كنت أخدبرش، أنا خادم إلى الإمام الحسين،
أنا خادم إلى الإمام الحسين، وقال إلى الخادم ماله روح خد حصاني وحطه في المزرعة اللي برا الكوفة أنا جاي. لما وصل إلى الخادم، خادم ماله شوفوا، وإذا بالخادم يقول تأخر عمي حبيب، والله لئن لم يأتي عمي حبيب لأصعدن على صهوة الجواد وأمضي إلى نصرة أبي عبد الله الحسين. حبيب ما تحمل، قام يبكي ويصيح، قال له يا خادم أنت حر لوجه الله خلاص. قال شنو تقول يا حبيب؟ ما أنصفتني يا عم، أنت تروح إلى الجنة وتتركني؟ ما يصير، ودني وياك، ودني أنا بأموت في نصرة أبي عبد الله الحسين. وفعلا أردف وياه وراح الإمام الحسين طالع جهة الكوفة، وإذا بغبرة حبيب جاء قال يا عباس يا علي الأكبر يا أصحاب قوموا قوموا واستقبلوا عمكم حبيب. ما حلا ذيك الشمايل يوم طب الكربلة، طلع عباس البطل بولاد أخو يستقبله. مرحبا يقل الشهيد، وزينب تقول له هلا هلا بناصرنا حبيب. وصل مستبشر لبوسك نوتنا والرايته، أخذ العلم طلع حبيب ونصر الإمام وقاتل بين يدي الإمام حتى قتل. وتفاخر الإمام بهذا الناصر وجاء إليه وقال رحمك الله يا حبيب، لقد كنت تقرأ القرآن في ليلة واحدة. بنت مسلم ابن عقيل اسمها حميدة، وقال لها الإمام الحسين أنا أبوش. بعدين صار لأن مسلم ابن عقيل ما في واحد بعد ما كان موجود في الكوفة، لما رجع قالوا ليه قتل مسلم. زين، وكانوا أولاد عمه ما يبون يروح ويا الإمام الحسين. من هذا؟ حبيب بن مظاهر الأسدي. صلوا على محمد وآل محمد، صلي وسلم على محمد وآل